السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح نتكلم لكم عن التحديث الجديد حق الايربودز برو. هذا رقم التحديث 2D27. كيف تحدثه؟ بداية لازم جهازك على iOS 14 عشان يدعم الميزة حق التحديث هذا. شو تسوي ذي الميزة؟ تكلمت عنها في النسخة الاولى حق iOS 14 ان ابل نزلت في المؤتمر حقها ايربودز برو فقط. ركبت سماعات ابل ثنتينهم وتشغلت شيء مثلا يدعم دولبي اتموس فيديو او شيء فيلم، راح يكون الصوت محيطي عندك، حتى لو تحرك راسك الصوت يتحرك معك في كل مكان، فدعمتها في الايربودز برو. وهذا التحديث يشغل لكم ذا الميزه، لازم يكون جهازك على الاي او اس 14. بس حبيت اقول لكم اياها ان ابل الحين نزلت التحديث هذا، فكيف تحدثه؟ تخش الاعدادات، اوكي اسف انه انجليزي لكن ما يحتاج اي شيء يعني، بس خش الاعدادات، روح عام، حاول افتح الايربودز عندك، راح تطلع لك الايربودز تحت هنا مثل ما نشوف، هذه هي، تخش هنا، هذا الاصدار اللي عندي الحين 2D15. راح يكون الاصدار الجديد 2D27. 2D27 اوكي اسف على ف 2D15 هنا عندي. كيف تحدثها؟ نفس الحركه، بس الايربودز عندك، شبكها بالشاحن، افتح الايربودز، خليها تشبك هنا، بس سكرها، اتركها كذا ساعه، حط جهازك يشحن ونام. اصحى من النوم راح تشوفهم اثنينهم مشحونين، اثنينهم كل شيء داعمين لك الميزه هذه. بس فبعد ما تصحى تخش هنا تفتحها مع الاي او اس 14، راح تشوفها تنزل عندك هنا مثل ما نشوف، ويكون عندك السوفت وير نازل ويدعم لك ذي الميزه. طيب مثل ما نشوف الحين، بعد ما تركت الايفون تقريبا اكثر من 4 ساعات والسماعه قاعده تشحن، فالحين تشوف الحين تشبك مثل ما نشوف، نضغط هنا شوف السوفت وير تغير مثل ما نشوف. ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة، نشر المقطع وعمل لايك المقطع، تعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسوني بفضل دعاكم، واشترك في حسابي في سناب شات شرف إضافتكم، والسلام عليكم.